ان شاء الله. سويت اليوم والله الظهر سوينا مرقه باميه وتمن، مرقه باميه وتمن، هسه سوينا تشريد بعد شوي سوى كبه والقاسم الله. على مدار ياسر احنا من 2007 من 2007 متواصلين نفس الخدمه الحمد لله والشكر، ونتمنى تزيد بعد، ونتمنى ما تبقى صبح ايام وثمان ايام، انا اتمنى تبقى شهر واخدم الزوار بعيني ما دام جاي لابو السجاد والله العظيم، او تفتشير وياي وارحب بالجاي واهلا وسهلا بكل زائر، كان سني وكان شيعي وكان كردي، كل احنا ربنا واحد وديننا واحد ونبينا محمد، والحمد لله والشكر لان حبنا الحسين. ايش اقول لك يعني، ما اقدر اوصف لك، ما اقدر اوصف لك ايش ما ايش ما يعني ما يوصف حب الحسين. واحنا بالنسبه لنا نسوان يعني عازي زينب، زينب مظلومه عمت عيني، زينب هسه احنا ايش ما نسوي يعني ما نوصل، ايش اقول لك؟ ليش دام زينب ما نوصل لها؟ والله العظيم ايش ما نسوي وايش ما نخدم الزواج؟ ما ايش اقول لك بعد؟ عندك قوله قلتيها من الساعه على الرزوب وياك. هاي ما ترها ما اريد معناها بقى. معناتها يقول ما انه انت لازمه انا لازمه تفتشير، اقول تفتشيرهم هلا ودوه وياها وخاف على الدرب خطاري الفاحل. بعد قبل وهي ميتة تعزب، وهي ميتة تعزب، فين معزب يبقى معزب، يعزب للصديق وللغريب، اي واحد اي واحد عراقي وكان معراقي حطه على روسه، على روسه نحطه بعد انه تعرفنا ولد الملحه في دول قلبك. الله يخليك.